الثاني طيب الله ثراه، وفي يومنا الرابع واشواط اللقايه ينطلق مشاهدينا الاعزاء الشوط العاشر، هذا الشوط خاص باللقايه قعدان. واذكر الساده الفائزين برموز هذا المساء بان التتويج سيكون بعد نهايه هذا الشوط مباشره في مكاتب اللجنه المنظمه لسباقات الهجن العربيه الاصيله مقابل نهايه دورة الثمانية كيلومترات. إذن على السادة الفائزين برموز وبالأشواط الأولى في هذا المساء أشواط الرموز التوجه بعد هذا الشوط مباشرة لاستلام الرموز من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. أيها الأعزاء شوط جديد ينطلق، والكلمة إلى الزملاء المعلقين. التواصل من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، حفلنا الكريم مع هذه الانطلاقات المسائية المميزة ومع هذه التحديات الكبيرة في هذا المهرجان الكبير، نتواصل مع شوطنا العاشر المخصص للقاية القعدان. جائزة هذا الشوط سيارة ستيشن تويوتا للحاصل على المركز الأول، ومن بعد ذلك من المركز الثاني حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتواصل نحن معكم مشاهدين الكرام، وبحثنا جاري في هذه اللحظات عن الحاصلين وعن المتواجدين بالمراكز الأولى المتقدمة. البداية وبداية نبدأها مع الشامخ للسيد سعيد بن سلطان. غانم 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 بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين مع المركز الأول ومع هذا الانطلاق الرائع. هناك المركز الثاني وتواجد مصيحان لمسفر بن مبارك بن مسفر الشواني. الهجوم بدا والعده بدات في هذه اللحظات بالشداد بالشداد، ولكن غانم غانم مع الواصل، غانم مع الواصل، غانم مع الغنايم. حركوا الجماعه يا بابا 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 بابا، هناك القدوم وهناك التواصل مع هذا الانطلاق الرائع. البدايه مع مصيحان مسفر مسفر مسفر، ولكن هناك مشكور 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 يا المنصوري، مشكور يا مشكور. هناك حمد بن سعيد بن غانم المنصوري، سلام وتحية واحترام، ارفع القبعة احتراما لهذا الانطلاق واحتراما لمشكور على هذا التواجد المميز. سلام يا المنصوري، سلام يا المنصوري على هذا العرض الرائع. تهانينا والناموس لحمد بن سعيد بن غانم المنصوري على هذا الفوز الممتاز. المركز الثاني لمسفر بن مبارك بن مسفر الشواني، الله يقول حق قدم اداء يشكرم ضمره عليه. المركز الثالث، المركز الثالث غانم بن منصور بن غانم السيف الخيارين. والمركز الرابع، المركز الرابع لمحمد بن دحروي بن مقاش العامري. والمركز الخامس كان من نصيب جار الله بن محمد بن عقيل، ما قصرت ايضا يا بن عقيل. هذه النتيجه والمراكز الاولى المتقدمه مشاهدينا ومستمعينا الكرام. إذن توقيتنا مع هذا الانطلاق وتوقيتنا مع هذا العرض المثير مشكور حمد بن سعيد بن غانم المنصوري. 7 دقائق و31 ثانية، 64 جزء من الثانية، مشكور يا المنصوري على هذا العرض الممتاز اللي وصل في المركز الثاني اللي هو مصيحان لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، وقدم أيضا أداء مميز اشكم ضمره عليه. 7 دقائق 33 ثانية، 26 جزء من الثانية ما شاء الله. والمركز الثالث اللي وصل فيه الواصل غانم بن منصور بن غانم السيف الخيارين، كذلك قدم الله يقول حق أداء مميز في هذا الشوط. 7 دقائق 34 ثانية، جزء من الثانية الثانية. والناموس لجميع الفائزين لجميع الحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة.